هل تعانون من السمنة المفرطة؟ هل حاولتم الكثير من الأساليب لتنزيل الوزن ولكن دون جدوى؟ هل يزعجكم منظر الدهن المتراكم تحت جلودكم بشكل كبير جدا ولا تستطيعون فعل أي شيء؟ هل تعلمون أن الدهون البيضاء يمكن أن تتحول إلى دهون بنية قابلة للاحتراق؟ هل تعلمون ما هي المادة التي ذكرت في القرآن الكريم والتي يمكن أن تساعدكم في ذلك؟ معكم دكتور جميل قدسي، وأهلا وسهلا. قبل أن نبدأ خليني أشرح بشكل بسيط جدا الفرق بين النسيج الدهني الأبيض والنسيج الدهني البني. النسيج الدهني الأبيض هو نسيج يخزن الدهنيات الثلاثية الترايغليسرايد اللي تنجم إما عن تناول الدهون أو تنجم عن زيادة تناول الكربوهيدرات والزائد منها يتحول إلى ترايغليسرايد، وتترسب هذه الدهون تحت الجلد وبتسبب السمنة. طبعا طريقة توزع الدهون لها علاقة كبيرة بالنظام الهرموني، هذا سنتحدث عنه في حلقة قادمة. ولكن لاحظوا أن السمنة عند الرجل في شكلها تختلف عند السمنة عند المرأة، هذا كمفتاح هيك بسيط. طيب لاحظوا أن هناك عوامل كثيرة تمنع تحول الدهون البيضاء إلى دهون بنية، وبالعكس هناك عوامل تشجع تحول الدهون البيضاء إلى دهون بنية. الدهون البيضاء عادة هي وسيلة لتخزين الطاقة في الجسم، ولذلك بس يتشكل عندك النسيج الأبيض هذه مشكلة، يعني الوزن لا ينزل. بالعكس النسيج البني هو وسيلة لاحتراق الطاقة وتوليد الحرارة، وذلك لاحظوا أنه في حالات البرد يزداد تحول النسيج الأبيض اللي عادة هو لا يحترق إلى نسيج بني، يعني البرد أو التعرض للبرد يعتبر عامل رئيسي ورائع وممتاز جدا في مساعدة تحول النسيج الدهني الأبيض الذي عادة يخزن ويسبب السمنة إلى نسيج دهني بني يتم احتراقه وتوليد الطاقة. طب هل معقول أنا عشان بدي أنزل وزن لازم أضل يعني بالقرب من الثلاجة أو في مكان بارد؟ الجواب لا. في الحقيقة اكتشفوا أنه بذور وقشور العنب، وهذه المادة ذكرت في القرآن نستطيع أن نجدها في قوله سبحانه وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، من الثمرة نفسها، فقشور العنب وبذور العنب يعتبر من الثمرة نفسها. ووجدوا أنه في مادة موجودة في بذور وقشور العنب اسمها الريسفيراترول، وينطبق عليها قانون بدء الخلق السداسي وقانون المركزية سنتحدث عنها إن شاء الله فيما بعد. هذه المادة تسرع في تحول نسيج الدهن الأبيض الذي لا يحرق عادة ويترسب تحت الجلد إلى نسيج بني دهني يحترق وينزل الوزن. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنجد المزيد من التفصيل وكيف يقوم الريسفيراترول بهذه الآلة. طبعا من أراد متابعة هذه الحلقة بالتفصيل سأضع الرابط بالوصف، حلقة أخرى أكبر موثقة علميا، تشوفوا الدراسات العلمية كلها موثقة بإذن الله سبحانه وتعالى. ما تنسوا لمصالح دعائكم، ما تنسوا تعملوا إعجاب ومشاركة الحلقة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.